السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم، والتقيكم من جديد. معكم زياد هادي، استاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. الشرف بكم، طبعا شرف لي الكبير التقي بكم مرة من جديد، والقاعدة الثالثة في آلة العود. قبل ما أبدي، عندنا الدورات لتعلم العود والغناء العربي هي ثلاثة، اللي هي أول وحدة أونلاين مباشرة وياي، وهي 8 محاضرات، والثاني محاضرات حضورية في مول بابلون، والثالثة هي أنا أذهب إلى بيت الطالب لأن أنا في بغداد. شرف إلي الكبير، لكن الدورات الذهاب إلى بيت الطالب هي 6 محاضرات، تفرق عن البقية أنه تكون ساعتين أو أكثر. الآن نبدي بالقاعدة الثالثة، وهي مهمة حقيقة، مهمة جدا، وهي بعد ما أخذنا إحنا مسكة العود ومسكة الريشة والستاند، الآن إحنا راح نبدي بقضية أنه التمرين على أوتار العود حتى تتقوى. كيف تتقوى أنت؟ راح تمسك يديك من هنا. طبعا الأول بداية، الأخوان والطلبة والمبتدئين ما يندل الأوتار، لذلك في البداية خلي يتمرن مع نفسه بالنظر ويتمرن مع المرآة حتى يقدر أنه يقوي نفسه في هذه القضية. راح تكون عندك مسكة حتى تقدر تشوفها. طبعا أنا أقدر أشتغل بدون هذا بتمرن، لكن أنتوا راح تبدي تباوع. شوف، صدرد يعني نازل صاعد، أدنى يعني الريش تكون 8 إلى الأسفل، 7 إلى الأعلى. 8 إلى الأسفل هاي طبعا بكتابتنا في العراق ودول الخليج، لكن دول المغرب العربي لا، كتابتنا ما يعرفوها. حسب ما أنا درست هناك في تونس، ما يعرفون كتابتنا في كتابة الأرقام، كتابتهم بالإنجليزي. لذلك نقول 8 بالمناطقنا، بلاد الشام والعراق ودول الخليج، 8 للأسفل 7 للأعلى، هم صدرت يعرفوها بالكلام. فإذا شو يصير عندك؟ أول تمرين تتمرنه هو تتمرن على كل وتر 16 ريشة نازل صاعد حتى أنت تتقوى الريشة مالتك. 16. شفتوا انه كل وتر 16، وهكذا بعد ما خلصت الاول، وهكذا تبدا الاسفل ثم ترجع من الاسفل لاعلى. وهكذا تتمرن 16 على وتر تمرين، راح تتقوى الريشة عندك في قضية التمرين. ثم ايش راح تسوي؟ تمرن 16 من الأعلى للأسفل، ثم من الأسفل للأعلى. قبل ما نبدي بموضوع الريشة، لازم تخلي في بالك انه أوتار العود هي معروفة، واللي هي شنو؟ صول لا ري صول دو. هذا تحفظه مثل ما تحفظ اسمك، صول لا ري صول دو، اوكي. ومعظم الناس يخلون فا، لكن انت حاليا في البدايه ما تخلي فا. بعد ما حفظتين 16 ريشه، ترجع النوب 8 ريش على كل وتر، 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2، هذا 2، ثم 4 ريش، 4 ريش، صار عندك 16، ثم 8 ريش،
ثم أربعة ثم ريشتين. هذا التمرين عندك الأول طبعا بعد ما أنت حافظ الأوتار اللي هي صول لا ري صول دو، أوكي، وترجع بالعكس، واضح؟ هذا التمرين القاعدة الثالثة، وتحياتي لكم وشكرا لكم وشكرا لمتابعتكم هذه القناة، وشرف إلي الكبير، وأهلا وسهلا بكم. ولا تنسون اللايك والاشتراك، اللي يحب يشترك واللي يحب يجي أو يشترك بالدورة الموسيقية أهلا وسهلا بي، وتحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.